أقام محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة حفلاً بدوياً فنياً من أمام قلعة صلاح الدين بطابة ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى 33 لاسترداد طابة. في هذا الصدد أشار محافظ جنوب سيناء إلى أن الهدف من رفع العلم المصري هو إعادة الأذهان إلى ما قامت به مصر من خلال التحكيم الدولي بمشاركة القضاة المصريين والدبلوماسية المصرية باسترداد طابة مرة أخرى. العلم على هذه الساحة الذكرى 33. طيب ايه مغزى ان احنا نرفع العلم ده؟ انا بعيد للاذهان الصوره اللي من 33 سنه تمت، بعيد للاذهان اللي يسال ويتساءل، هنقول له ان هنا دي كانت ارض باغتصبنا واستطعنا بالتحكيم الدولي بالقضاة المصريين المحترمين بالدبلوماسية المصرية المحترمة استطعنا ان احنا نروح ونقعد في محكمة ونتكلم وناخد ارضنا ونرفع العلم ده. طابة الحبيبة دي دلالة بتدل ان هناك اهتمام كبير من سيادة الرئيس. ما تنسيش اللي اتعمل، الصرح الكبير اللي اتعمل في طابة واتعمل في جنوب سيناء ده، مين اللي احنا من 60 سنة ما اتعملش الكلام ده.